بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يتقبل مني ومنكم هذا الشهر صياما وقياما، وأن يعينني وإياكم على قيامه وصيامه، ويتولاني وإياكم فيه بمعفوه وعافيته ومغفرته ورحمته، اللهم آمين. وأن لا يخرجني وإياكم من هذا الشهر إلا وقد أخرجنا كيوم ولدتنا أمهاتنا من غير ذنب ولا هم ولا غم ولا مرض ولا دين، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. في هذه الحلقة تكلمت في الحلقة اللي قبلها عن حسن الخلق، وقلنا بعض الأمور، لكن تعالوا يعني نرى كيف البر ينضبط بالعلاقات. فعندما نخاطب من هو أعلى منا تكون طاعة لله سبحانه وتعالى، وعندما نخاطب من هو أدنى منا فيكون حق له. فلذا حري بنا أن نعطي أو من هو على متساوي لنا فنكون على أن نعطيه حقه. الذي أعلى منا هي طاعة، الوالدين أعلى منا فنتعبدهم طاعة غصب علينا، طاعة لله. رئيسنا في العمل وولي الأمر ومن هم فوقنا أيضا نتعبدهم طاعة. إنما من هم مثلنا فنتعامل معهم وفاء، فنعطي كل ذي حق حقه على حسب. أما الذين دوننا كالأبناء ومن هم تحت يدنا كالعمال الذين يعملون معنا، فإحساننا لهم أحيانا إحسان وأحيانا واجب على حسب الأمور. فلذا السؤال الذي يطرح نفسه، حسن الخلق من الذي يعني ينفذه؟ هل هي الروح أم الجسد أم العقل أم النفس؟ من الذي يضبط حسن الخلق؟ تعالوا نشوف نتكلم في هذا الأمر واحدة واحدة. النفس لا شك فيها. ما هي النفس؟ ما الفرق بين الروح والنفس؟ النفس هي التمييز، أعرف أن هذا رجل وهذا امرأة وهذا أقوله وهذا ما أقوله وهذا ذا، ومرتبطة بالعقل الذي يضبطها العقل. ويسيطر عليها القلب إذا كان للمؤمن. إذن متى يتدخل القلب؟ إذا كان مؤمنا هو يسيطر على النفس، أما إذا كان مش مؤمن العقل هو الذي يسيطر. لأن بعض الناس تجده ليس مؤمن لكنه عنده حسن خلق، ليش؟ لأنه منضبط. فلذا العقل النفس وهي التمييز يضبطها لجامها. عندنا أمرين، القلب للمؤمن مع عقله. المؤمن عنده لجامين، عقل وقلب، والكافر والغير مؤمن عنده عقل فقط هو اللي يضبط نفسه. طيب الروح، ما سأقوله لكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.